شهر الله ربيع، هو ربيع ليقظتها، نضجها، قوتها، حضورها وفعاليتها وازدهارها وأنسها. قيمتك قيمتي بحضور جانب الروح في تفكيري، في كلمتي، في موقفي. في كلمتك، تفكيرك، موقفك. وإلا ففي غياب الروح فإني حيوان. فليس فوق حضور الروح لشيء آخر، فليس لحضور الروح أهمية لشيء آخر بقدر ما لحضور الروح. وشهر رمضان المبارك موسم أعده الله لأن تحضر روح الإنسان في فكره، كلمته، قراره.